نشرة آخر النهار من قناة المهرية، أهلا بكم. والبداية بالعناوين: استمرار تأثيرات المنخفض الجوي على المحافظات الجنوبية والشرقية وعدن ترفع الجاهزية. دعوات حقوقية تطالب بريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية والإمارات جراء حرب اليمن. القوات الحكومية تحبط هجوما جديدا لميليشيا الانتقالي شمال زنجبار. أهلا بكم إلى نشرة نسلط الضوء فيها على المستجدات في المهرة وسقطرة وعدد من المحافظات اليمنية. أهلا بكم. نعت وزارة الثروة السمكية وفاة الصيادين الستة جراء العاصفة المدارية التي ضربت البحر العربي والقرن الأفريقي. وأكدت الوزارة في بيان صادر عن الوزير فهد كفعين أنها تلقت بلاغا بوفاة ستة صيادين وفقدان آخر من أبناء محافظة حضرموت نتيجة تعرض قاربهم للعاصفة قبالة السواحل الصومالية أثناء رحلة صيد. بدوره وجه وزير الثروة السمكية فهد كفعين باعتماد قارب ومحرك لكل أسرة من أسر الصيادين المتوفين. وأكد كفعين خلال اتصال هاتفي بالمدير العام لمديرية الديس الشرقية بمحافظة حضرموت ماهر باوزير دعم الوزارة لأهالي الصيادين وأسرهم وتقديم الرعاية والمساعدة لهم. ووجه هيئة المصايد في البحر العربي باعتماد قارب ومحرك لكل أسرة من أسر الصيادين المتوفين جراء غرقهم بسبب العاصفة المدارية التي تعرض لها قاربهم بينما كانوا في رحلة صيد قبالة السواحل الصومالية. إلى سقطرى، حيث تفقد المدير العام لمديرية حديبو ومدير مكتب الأشغال أحياء 14 أكتوبر وعددا من الأحياء القريبة من البحر التي غمرتها السيول وطريق حيبق الذي يربط حديبو بالمناطق الغربية ومطار سقطرى. وأكد مدير مديرية حديبو أمجد ثاني أن الحالة المدارية مرت بسلام وانحصرت الأضرار في الطرق التي تقطعت بسبب الأمطار ومجاري السيول. وأشاد بجهود المحافظ رمزي محروس وتوجيهه بتشكيل غرف عمليات لمواجهة المنخفض الجوي. فيها وبما يخص الأضرار، والحمد لله الأضرار قليلة جدا، أغلب الأضرار في الطرق وبعض السيول أيضا في حديبو. عملنا على فك بعض المناطق في حديبو مما أدى إلى سداد المياه. لا يوجد هناك أي إصابات، لا يوجد هناك أي أضرار بشرية أو أضرار كبيرة جدا. الحمد لله والشكر له سبحانه وتعالى، والشكر للإخوة، والشكر للقيادة السياسية ممثلة بالأخ المحافظ رمزي محروس على اهتمامه وحرصه بتشكيل لجنة الطوارئ في العاصمة وفي مديرية قادنسية. أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثيرات المنخفض الجوي جاتي على المحافظات الجنوبية والشرقية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرار فرض فرص هطول أمطار متفاوتة الشدة على وسط وغرب خليج عدن والسواحل الجنوبية لمحافظة عدن ولحج وأبين وحضرموت وصولا إلى سواحل المهرة شرقا والمناطق الداخلية المحاذية لها. وتوقع أن تشمل الأمطار مدخل باب المندب وأجزاء من سواحل محافظتي تعز والحديدة خلال 24 ساعة المقبلة. إلى ذلك، تشهد العاصمة المؤقتة عدن هطول أمطار خفيفة وسط مخاوف من هطول أمطار غزيرة جراء المنخفض الجوي. وتقوم مديريات المحافظة بأعمال تصفية شبكات الصرف الصحي ومناهل لتصريف مياه الأمطار وتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الأحياء والشوارع الرئيسية، وكذا رفع جاهزية فرق الكهرباء في طوارئ
في طوارئ وفرق المناوبة في المجمعات الصحية وتجهيز سيارات الإسعاف الخاصة بالمديرية وتحضير مضخات وسيارات وآليات الشفط. أكثر من 50 جريحا ضمن دفعة جديدة من جرحى الحرب في تعز وصلوا إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج وسط استقبال وحفاوة رسمية من قبل السلطات العمانية بعد أيام من المعاناة جراء احتجازهم من قبل الميليشيات التابعة للإمارات في عدن. لم تكتف في منحهم فرصة للعلاج بل حمل جنودها جرح الحرب على أكتافهم في مشهد لا غرابة فيه لبلد شقيق لم يرى اليمن منها إلا الخير والسلام، إنها سلطنة عمان. هكذا اصطف مسؤولوها في صفوف منتظمة لاستقبال أكثر من 50 جريحا من جرحى تعز مبتوري الأقدام بعد رحلة شاقة تخللتها الكثير من المصاعب والأوجاع. هذه الحفاوة والاستقبال حرم منها هؤلاء الأبطال في وطنهم الذي سقطت دماؤهم في سبيل أن تستعاد كرامته، إذ جندت الإمارات ميليشياتها في لحج وعدن لاحتجاز الجرحى ومنعهم من السفر مطلع الأسبوع الماضي دون أدنى مراعاة للقيم الإنسانية والأخلاقية. جهود حثيثة تبذلها سلطنة عمان على صعيدين الإنساني والسياسي في مواجهة آلة موت سعودية إماراتية لا تتوقف عن حصد أرواح اليمنيين ونهب مقدراتهم ومصادرة قرارهم. أثبت الموقف العماني تحيزه للإنسان اليمني ومساهمته الفاعلة في التخفيف من معاناة اليمنيين بمختلف أطيافهم وأطرافهم، وهي مواقف ستظل خالدة في الذاكرة اليمنية غير قابلة للنسيان. أكدت لجنة إصلاح ذات البين بمحافظة المهرة الحفاظ على النسيج الاجتماعي وقطع طريق الفتنة، وأشاد محافظ المهرة محمد علي ياسر بدور لجنة إصلاح ذات البين ومساعيها لحل ومعالجة المشاكل والقضايا الاجتماعية بما يحافظ على النسيج الاجتماعي في محافظة المهرة. إلى ذلك اطلع محافظ المهرة محمد علي ياسر على الترتيبات الجارية لتدشين حملة للقضاء على الكلاب الضالة والمسعورة خلال الأيام القادمة في المحافظة، وأكد بن ياسر أن السلطة المحلية ستقدم كل الدعم لإنجاح هذه الحملة لحماية الأطفال والمواطنين بعد زيادة الشكاوي من انتشار الكلاب الضالة والمسعورة التي تشكل خطرا على المواطنين. بدوره وجه النائب العام الدكتور علي الأعوش بالإفراج عن الدكتور طاهر عبد الله القباطي المعتقل لدى ميليشيا المجلس الانتقالي في عدن، وكشفت المذكرة أن إدارة السجن المركزي في عدن ترفض حتى اللحظة تنفيذ توجيهات الإفراج عن الدكتور القباطي، وطالب محامي الدكتور القباطي في مذكرة رفعها للنائب العام بإلزام إدارة سجن المنصورة المركزي بسرعة تنفيذ أوامر النائب العام والنيابة الجزائية المتخصصة التي تفاعلت مع توجيهات النائب العام فور تلقيها توجيهات الإفراج. أعلن المتحدث باسم المؤسسة العامة للكهرباء في عدن محمد المسبحي انقطاع التيار الكهربائي من معظم مديريات المحافظة جراء نفاذ إحدى مواد توليد الطاقة، وأكد المسبحي أن السبب هو نفاذ مادة المازوت التي تعتمد عليها محطة العسوة الكهروحرارية في توليد الكهرباء بعدن، ودعا الحكومة الشرعية إلى سرعة توجيه الجهات المعنية بتوفير مادة المازوت واعتماد آلية محددة تضمن عدم تكرار نفاذه.
أحبطت القوات الحكومية هجوما عنيفا شنته ميليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من قبل دولة الإمارات شمال مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين. وقالت مصادر عسكرية إن ميليشيا الانتقالي دفعت بتعزيزات كبيرة من الوحدات التابعة لها والمتمركزة في أطراف منطقة الطرية المحاذية لزنجبار في محاولة لاستعادة مواقع في جبل سيود والكثيب. وأضافت المصادر أن ميليشيا الانتقالي قصفت بالدبابات والمدافع وأسلحة الدوشكا مواقع القوات الحكومية قرب الكثيب وجبل السيود دون أن يسفر القصف عن أي خسائر في الأرواح والعتاد. دعت منظمتان حقوقيتان بريطانيا إلى التوقف عن بيع الأسلحة السعودية والإماراتية اللتان تخوضان حربا في اليمن. وقالت المنظمتان في تقرير لهما إن بريطانيا مسؤولة عن 19% من واردات الأسلحة إلى السعودية. وطالبت المنظمتان المملكة المتحدة بوقف إمداد التحالف الذي تقوده السعودية بالأسلحة حتى لا يكون هناك خطر من استخدام هذه الأسلحة لتأجيج الصراع في اليمن. كشفت منظمة أطباء بلا حدود الدولية عن انتشار مرض الجرب في مخيمات النازحين باليمن. وقال مكتب المنظمة في بيان إن الجرب ينتشر بين الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات النازحين بسبب سوء وضع النظافة والظروف المعيشية المزدحمة. وأضاف البيان أن فريق المنظمة أجرى الأسبوع الماضي تدخلا لمكافحة الجرب في مخيم 22 مايو بمدينة إب، وأشار إلى أن هذه الفرق عالجت أكثر من 1100 شخص مصاب بالجرب في المدينة. يشكو الآلاف من الأطفال في محافظة حجة من انتشار سوء التغذية الحاد، وتسببت الأوضاع المعيشية التي يعيشها النازحون والأهالي في المديريات التهمية من المحافظة بإصابة الكثير من الأطفال بسوء التغذية وعدم تمكن الطواقم الطبية. لم يعد يجديها حتى هذا النحيب لإنقاذها من إصابتها بسوء التغذية الحاد، فكل المحاولات لعلاجها والخلاص من عنائها المستمر منذ ولادتها قبل عامين باءت بالفشل. بطاطا ورز ومعقدين عيش وعصيرات حليب مثلا من دكان حليب سائل مانجا جوافة تطرشها تقذف تاكل هاش إلا معها حليب من العلب دي من يدو أخذ لها بعض الأحيان حنتهي بخير تشربها وحنتهي مريضة ما تشربهاش تقعد على جوع هكذا نماشي عندها مناعة في جسمها. الطفلة صفاء البالغ وزنها نحو 3 كيلوغرامات واحدة من آلاف الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والوخيم في المناطق المحررة شمالي محافظة حجة بعد أن تعذر عليهم تلقي العلاجات اللازمة ما يفاقم من أوضاعهم الصحية ويعرض حياتهم لمخاطر وشيكة. حقيقة بسبب الحصار المطبق على هذه المنطقة من قبل الحوثيين تفشى المرض داخل هذه المناطق ولم نستطيع إيجاد هذه العلاجات، فنطالب بفتح الممر للمنظمات العاملة بتوفير هذه اللقاحات بالإضافة إلى توفير علاجات ومستلزمات سوء التغذية. تفيد الإحصاءات الرسمية أن 25% من الأطفال هنا مصابون بسوء التغذية، فيما أشارت منظمة أطباء بلا حدود مطلع الشهر الحالي إلى أن مستشفى عبس الخاضع للحوثيين يشهد ارتفاعا بحالات سوء التغذية دون سن الخامسة بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، بالتزامن مع تقارير أممية تحذر من أن نحو 100,000 طفل في اليمن معرضون لخطر الموت إن لم يتلقوا العلاج. طبعا في يعني في خطوات في خطط لعمل مركز أو وحدات معالجة سوء التغذية للأطفال والحوامل والأمهات الحوامل والمرضعات، لكن في صعوبة في إحضار أكياس التغذية وأنواع التغذية المختلفة المستخدمة لمعالجة مرضى سوء التغذية.
وعدت السلطة المحلية بتوفيرها، وإن شاء الله إذا تم توفيرها يتم العمل على معالجة الأطفال. تتعدد مضاعفات تفشي سوء التغذية بين الأطفال بانعدام العلاجات اللازمة واتساع رقعة الفقر وانحسار الوعي الصحي، لكن وحدهم هؤلاء الأطفال من يدفع التكلفة الباهظة لأوضاعهم الصحية الصعبة. النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. مكتب جريفيث يتحدث عن ترتيبات لجولة جديدة من مفاوضات تبادل الأسرى. جديد، كشف مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن جريفيث عن مفاوضات جديدة لتبادل الأسرى بين الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي. وأكد مكتب جريفيث أنه بصدد الترتيب لجولات مقبلة من مناقشات اللجنة الإشرافية المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الأسرى وتحديد موعد مناسب لجميع الأطراف وفق ما نقلت وكالة الأناضول. أقر اجتماع برئاسة محافظ شبوة محمد صالح بن عديو تشكيل لجنة رئاسية تتولى عملية الإشراف على استلام مادة الغاز المنزلي والكميات المخصصة للمحافظة وتوزيعها على محطات البيع. وأكد بن عديو على ضرورة الحفاظ على الاستقرار التمويني الذي تشهده المحافظة في مادة الغاز المنزلي، وشدد المحافظ على أهمية تفعيل عمل اللجان المشكلة وقيامها بضبط المخالفات إن وجدت، منوها بأن دورها ينتصب على محاربة تهريب مادة الغاز وعدم السماح باحتكارها أو التلاعب بأسعارها. تستمر فعالية معرض شبوة للكتاب لليوم الثالث على التوالي، وسط توافد الزوار على أجنحة المعرض من مديرية شبوة كافة ومن خارج المحافظة لاقتناء الكتب القيمة ومشاهدة العروض الأدبية والفنية. لليوم الثالث على التوالي يتواصل الإقبال على معرض الكتاب الذي أقامه مكتب الثقافة بمحافظة شبوة، والذي يستمر على مدى 7 أيام تحت عنوان شبوة تقرأ، بمشاركة 6 من دور نشر محلية وعربية، مما شكل تميزا وزخما عن غيره من المعارض الأخرى التي أقامها المكتب في السابق. غيبت شبوة في الماضي وحضرت في ميادين الصراع والثأر، لكنها اليوم تبدأ صفحة جديدة من التطلع للمستقبل والاهتمام بالقراءة والعلم كمنطلق للنهوض والبناء. هذه يعني فعالية رائعة وترفع يعني من هاماتنا وترفع من رؤوسنا في ظل هذا المحافظ، الرجل المتفاني، الرجل الذي رفع مقدار شبوة ورفع اسمها عاليا ورفع مكانتها بمشاريع متعددة ومن ضمن المشاريع الثقافية، في ظل الأوضاع لا سيما التي تمر بها اليمن اليوم، في ظل الحروب، في ظل الأوضاع، في ظل الكوارث التي تعيشها اليمن، إن شبوة تشهد حراك جميل على كافة الأصعدة. أكثر من 2741 عنوانا ضمه المعرض في شتى العلوم والمعارف المختلفة وأخرى في تاريخ المحافظة وتعريف الزوار بأهمية شبوة التاريخي والاستراتيجي كعاصمة للحضارات القديمة كأوسان وقتبان والدولة الحميرية
ويجدها كثير من القراء وطلاب العلم فرصة لتنمية قدراتهم وخبراتهم المعرفية. كنا نسافر مسافات طويلة من أجل أن نشتري بعض الكتب التي نقرأ فيها ثقافة أو علما في أي تخصص من التخصصات ولا نجدها. اليوم أصبح في شبوة معرض للكتاب. صحيح نحن في هذا اليوم لا نستطيع التعبير من الفرحة التي ملأت قلوبنا وملأت شبوة جميعا ثقافة وعلما، والتي سنتسلح بها للمرحلة القادمة بعيدا عن الأسلحة، سنتسلح بكتبنا وبثقافتنا بإذن الله تعالى، وسنبني هذه المحافظة وبلادنا بشكل عام. يضم المعرض عدد من الفعاليات الفنية والأدبية، رمسيات شعرية وتواقيع لكتاب ودور نشر، ضمن جهود مكتب الثقافة في إشعال قنديل نور الثقافة ورسم لوحة من الفن والأدب بعيدا عن الفوضى والاحتراب. عوض صالح، لقناة المهرية، شبوة. وفي أبين أيضا، يعاني أبناء مدينة زنجبار من استمرار تدفق مياه الصرف الصحي مع تفشي العديد من الأمراض جراء استمرار هذا الوضع في المحافظة. وناشد السكان السلطة المحلية ومؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة بضرورة وضع حد لمعاناتهم بإزالة هذا المستنقع، خصوصا مع استمرار المشكلة لعامها الخامس على التوالي دون حل. نحن مشكلة أزلية عندنا، مشكلة نعانيها من سنين وسنوات. صورة واضحة أمامكم هي تصور الوضع المأساوي اللي نعيشه داخل حارة الثقافة، حارة حديثة، أنا مستلم إدارتها. توجهنا للجهات المختصة بهذا الوضع المزري، ما فيش أي إجابة، ما فيش أي تجاوب من أيا كان. أعتقد أنها أثرت على بعض المواطنين من أمراض أوبئة وروائح وحاجات زي كذا، حتى المنظر الجمالي للمدينة ضاع. يعني هذا نتمنى من السلطة أن تلتفت حتى ولو بنظرة بسيطة لهذا الحي اللي هو حي الصرح. نظم طلاب جامعة تعز فرع التربة وقفة احتجاجية دانوا خلالها مرور عامين على الاعتداء ومحاولة اغتيال رئيس الجامعة الدكتور محمد الشعيبي ومقتل مرافقيه دون القبض على الجنى، وطالب المحتجون الجهة الأمنية بسرعة إلقاء القبض على مرتكبي الجريمة وعدم التهاون مع الجنى حتى تتحقق العدالة. من هنا نؤكد نحن في فرع التربة، أسرة فرع جامعة تعز بالتربة، طلابا وأكاديميين وموظفون وجميع الطبقات الاجتماعية بمشاربها، أن عملية اغتيال الشعيبي إنما هي اغتيال للعلم وللثقافة وللرجال المخلصون الذين يعملون من أجل نبذ العصبية وعملية الرفع بالمجتمع في جميع مشاربه على المستويات السياسية والعلمية والثقافية. هذه لقاء جماهيري موسع مختلف الشخصيات الاجتماعية والأكاديمية والطلابية والإدارية لإدانة على الجريمة البشعة والجريمة الشنعاء التي يد الغدر والخيانة التي استهدفت الدكتور محمد سعيد الشعيبي ومرافقه الشخصي موفق الشميري. ونحن ندعو جميع السلطات المحلية من أعلى الهرم إلى أدناه، العسكرية والأمنية والقيادية والسياسية، لمتابعة القتلة. وجه المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد الشاعري إلى رفع الموازنة التشغيلية لمعهد فقم المهني للمعاقين بمبلغ 600 ألف ريال للربع الواحد في السنة، بالإضافة لاعتماد رسوم دراسية للطلاب المعاقين وتقديم 6 مكائن خياطة وتثبيت 5 عاملات متعاقدات بالمعهد. ويقدم المعهد ل30 معاقا من مختلف الفئات العمرية جميع الخدمات التي يحتاجونها والتي تمكنهم من الاندماج في المجتمع. وجدنا أن المركز يعاني من مشاكل كثيرة تكاد معدمة، مكاين الخياطة والتطريز اللي يشتغلوا بها يعني تكون قريبة منتهية. توجيهات من الأخ المحافظ، تم اعتماد موازنة تشغيلية للمركز بصورة منفصلة بمبلغ 600 ألف في الربع، واعتماد 5 عقود للعاملات متطوعات من سابق أجور تعاقدية جديدة، واعتماد رسوم دراسية للطلاب في المعهد.
وجه محافظ لحج اللواء أحمد تركي بوقف الاعتداءات وأعمال البناء العشوائية التي طالت أراض تابعة لأصول جمعية الشهيد يحيى الشاطري التابعة للدولة بمديرية الحوطة. وشدد المحافظ خلال تفقده عقارات الجمعية على سرعة ضبط المعتدين على مساحات تابعة للدولة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بالإضافة إلى منع مكاتب أمناء التوثيق العدلي من إبرام أي عقود أراض جديدة. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا لهذا اليوم. تابعوا المزيد على موقع الإلكتروني المهرية .net. إلى اللقاء.